في هذه اللحظات أي الحملة كريمة تمت انطلاقة الشوط الثالث عشر في المجموعة، الشوط السابع لفئة البكار من مسافة 1500 متر، اللي في أول المراكز هذه الفائزة سيد ناصر بن وسام الوسام الهاجري في هذه اللحظات في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذه الشاهينية لسيد عبد الله بن حزام الزعبي في ثاني المراكز، ثالث المراكز من الجانب الأيمن الظبي لسيد راشد بن حمد بن شابل المري، رابع المراكز هذه جبار لسيد راشد بن محمد بن متعب المنخس، أما اللي في خامس المراكز هذه الشاهينية لسيد خالد بن خليفة بن علي بن حمد العطية في هذه اللحظات في خامس المراكز، أول المراكز هي الحفلة كريم هذه الشاهينية لسيد عبد الله بن حزام الزعبي في اول المراكز، ثاني المراكز من الجانب الايمن هذه الظبي لسيد راشد بن حمد بن شابل المري في اول المراكز، سلت لاول المراكز، ثالث المراكز هذه الفائزه لسيد ناصر بن وسام ال وسام الهاجري في هذه اللحظات هي ثالث المراكز، ولكن سللت الظبي انتزعت المركز الاول، الظبي بدعوه ملكيه الظبي لسيد راشد بن حمد بن شابل المري في اول المراكز، ثاني المراكز هذه الشاهينيه لسيد عبد الله بن حزام الزعبي، ثاني المراكز هذه الفائزة للسيد ناصر بن وسام ال وسام الهاجري، ولكن سللت في هذه اللحظات هذه وهاجه للسيد عبد الله بن سعيد الهاجري مع وهاجه في هذه اللحظات، سللت مباشره الى ثاني المراكز الظبي حتى هذه اللحظات في اول المراكز للسيد راشد بن حمد بن شابل المري، ولكن تسللت هذه وهاجه للسيد عبد الله بن سعيد الهاجري، سللت مباشره وانتزعت المركز الاول، الرشعار من عجلان تسلل من العمق، ولكن وهاجه انتزعت المركز المركز الاول، نقول تهانينا والناموس للسيد عبد الله بن سعيد الهاجري على فوز وهاج بالمركز الاول، ثاني المراكز وصلت الظبي للسيد راشد بن حمد بن شابي المري، وفي ثالث المراكز وصلت هذه الشاهينيه للسيد عبد الهادي بن عجلان المري، تهانينا والناموس للاخوه الفائزين. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 15 ثانيه 95 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس للاخوه الفائزين.